من دخل داعش سوى التفرقة بين المكونين المسيحيين والمسلمين وغيرهم، وهذا البرنامج كلنا من كل الأديان، ورجعت الألفة بيننا ورجعت الصداقة مثل قبل، وعائلة واحدة بنفس المدينة. هذا المجتمع، مجتمع تلكيف، تعرض في فترة داعش إلى انهيار ثقافي وانهيار أيضا في العلاقات الاجتماعية. هدف هو إعادة التماسك المجتمعي وتحسين الواقع الاجتماعي الذي مر به خلال فترة وجود داعش، مما مكن الفتيات بزيادة العلاقات وتوثيقها وزيادة الثقة بالنفس. هذه الدورة رجعت الثقة بالنفس وخلتني أتغلب على مخاوفي والأفكار التي كانت تلازمني منذ عودتني إلى المدينة، وأحس نفسي قوية وأقدر أدافع عن نفسي وعن عائلتي، وإذا صار شيء لا سمح الله.